تتواصل المسيرات والوقفات الاحتجاجية في الأردن للتعبير عن الرفض والغضب الأردني جراء المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. الصوت والشعارات والهتافات كلها تلتقي لدعم الفلسطينيين ودعم قطاع غزة ورفض هذه الحرب المستعرة على القطاع المحاصر. من خلف هذه المسيرة التي تمثل مختلف أطياف المجتمع الأردني، يشارك بها أطفال، سيدات، نساء وكبار في السن، ورغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن هذه المسيرات مستمرة للتعبير عن الرفض والغضب الأردني المستمر. الجميع هنا يطالب المجتمع الدولي بالوقوف على مسؤولياته لردع هذا الاحتلال ومحاسبة رموز الاحتلال على كل الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في ظل هذه الحرب الإسرائيلية الممنهجة، حرب الإبادة والتجويع التي ينتهجها الاحتلال في استهداف المدنيين واستهداف هذا القطاع المحاصر. الجميع هنا يطالب بضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإنقاذ القطاع في ظل المجاعة التي يتعرض لها. أيضا هناك مطالبات بقطع جميع التعاملات مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما العلاقات الاقتصادية التي يرتبط الأردن بها بإسرائيل، ولا سيما المطلب الرئيس في كل وقفة وفي كل مسيرة هو إنهاء العمل بمعاهدة وادي عربة. التحايا تنطلق من عمان لتحيي صمود الفلسطينيين وتعبر عن التضامن الكامل مع الأشقاء في فلسطين. غيث الرقاد، الغد، عمان.